تكون متشبع كما شفتيش هذا المباشر اللي كتشوفوا الفوضى كما كنعرفوا هاد الناس كتشتكي من واحد المشروع اللي كان الثقافه ديالو 20 عام تقريبا ودابا هاد المشروع كيندمج على واحد العمارة كيعمل ديال 5 طوابق وهاد 5 طوابق عندهم نواتيد وبعض الوقت كما كتعرفوا هاد الناس عندهم نواتيد بغيضة وكل هاد الناس رافضين هاد المشروع لأنه مشروع خارق للقانون. السلام عليكم. اول حاجه نشكر شوف تي في هنا تحت لنا الفرصه نعبروا على الامتعاض ديالنا والشكايه ديالنا ضد مشروع الحزام. هذا المشروع الذي سيشكل ضررا كبيرا على الساكنه. هذا المشروع كان بدا سنه 1996 ثم توقف لمده اكثر من 20 سنه. فاعتقد السكان ان هاد الناس داروا عقلهم وعرفوا بانهم داروا مجموعه من الاخطاء وتوقفوا على الاخطاء، وبالتالي استبشرنا خيرا. ولكن بعد ازيد من 20 سنه تفاجئنا بان الناس جاوا بداوا يستأنفوا الاشغال، دخلوا مجموعه من التغييرات على التجزئات اللي كانت سنه 1996، لدرجه ان المجلس البلدي تيقول بان جزئه كانت سنه 1996، الوكاله الحضاريه كتقول لك ليس لي علم بالتجزئه ديال 1996، حنا تنهضروا على 2003. التجزئه ديال 1996 تركت مجموعه من الممرات، تركت الزناقي بين المنازل وبين العمارات التي كانت تبنى. هذا المشروع هذا الغى هذه الزقاق، وكاين مجموعه من الادله لدرجه ان كاين مجموعه من البقايا ديال العمارات التي كانت تبنى 1997 تشهد على ان كانت زنقه من زنقه 57 الى مدرسه البحتوري. التصميم الحديث فيه ان هذه الزنقه الغيت واصبحت فوقها عمارات، بالاضافه الى مجموعه من المنازل لها واجهات نحو الشارع، والمنازل التي لها واجهات نحو الشارع وعندها دي سير بلون دي زون كوربيلمون عندها ضوابط في التعمير يجب ان تحترم. ونحن ناس ما تنديروا فوضى، ما تنديروا حتى حاجه، حنا تنطالبوا فقط بتطبيق القوانين وتطبيق قواعد التهيئه.
راسلنا مجموعه من المسؤولين، راسلنا مجموعه من الشكايات، وضحنا لهم الامور وشكينا لهم وما طلعوا لنا في اجابه، وطالبونا باشياء تعجيزيه. مثلا الوكاله الحضاريه طلبت مجموعه من المشتكين انهم يقوموا بتصميم موقعين للمنازل، وهذا غير امر غير مقبول، لان الناس مشاو داروا شكايه خاصهم يجا هما يرسلوا مسؤول ويجي يشوف. هذا كان امرا تعجيزي، ورغم ذلك قمنا به. حنا الان تتواصلوا معنا المسؤولين ديال المجلس البلدي، تنراسلوهم برسائل مكتوبه، وعندنا دي زافيس دي ريسيبسيون، وهما تيجاوبونا بوسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هذا امر ما يخصوش يكون. حنا تنراسلوهم امور مكتوبه، خصهم يجاوبونا بامور مكتوبه. وطرحنا عليهم مجموعه من الاسئله، ما زلنا تنتظروا الاجوبه ديالها، لان هذا المشروع هذا سيشكل ضررا خطيرا وكبيرا على السكان. خرج صاحب المشروع بتصاريح ليس لا اساس لها من الصحه، تينفي بان هناك منازل لها واجهات نحو الشارع وعندها نوافذ. قال لك هذه تفتحات امور امور غير مرخص لها، وهذا امر غير صحيح، لان المنازل هنايا عندها ديبلوم ديالها، عندها تصاميم مصادق عليها. هذا السيد اللي كيطعن في التصاميم ديالنا حنايا من 1986 باش يجي مشروع في 2003 يلغي كاع الحقوق اللي كانت مكتسبه عند الناس، ويخرق قواعد التهيئه، ويخرق قواعد ديال البناء، وبالتالي يضرق على هاد الناس هادو ويحجبهم عمارات عندها طوابق ديال طابق F+4. السيد ديال نائب رئيس المجلس البلدي خرج في تصاريح قال لك سيدي هاد المنازل كانت من هاد العمارات كانت منذ البدايه F+4، حنا شفنا انها تبنات F+3، طالبنا انه يوريني شي وثيقه يثبت لنا ان ما يثبت بان هذه المنازل هذه العمارات كانت F+4 منذ البدايه، وطالبناه بانه يورينا التصميم ديال التجزئه اللي كان سنه 1996 والتصميم الحالي باش نشوفوا الفروق الكبيره بين هذه التصاميم هذه هي، حيث تم الغاء زنقه باكملها، بالاضافه الى 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 مجموعه من المراسلات قمنا بها الجهات المعنيه، ولازمنا ننتظر الاجوبه ديالهم، لاننا هذا ضرر كبير تشكل على السكان، وحنا تنرفضوا الاضرار هذه اللي تسلطت علينا. المجلس البلدي خرج لنا مجموعه من التصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تيقول لنا اللي تضرر يجي عندنا ونشوفوا شنو غنديروا معاه. هذه من الامور الغريبه، كيفاش انك تدير عليا ضرر وتشكل على الناس ضرر في واجهات ديالهم ومنازل، ودير نوافذ مقابله لهم تخلي لهم 5 متر بين النوافذ ونوافذ العمارات، وتعتقد باننا حنا غنجيو نقلبوا على الضرر. انتم كان عليكم ان لا تقبلوا هذا الضرر، هذا الضرر كان يجب ان يرفض من البدايه، والمشروع يلاه بدا. حنا مباشره نهار 7 اكتوبر اكتشفنا بان ستبنى عمارات، يوم 12 راسلنا مجموعه من الجهات كي تقوم بواجبها وتتدخل لوقف هذا المشروع، لانه يشكل خطرا على السكان ولا يحترم الضوابط فيما يتعلق بالمسافات الموجوده بين العمارات والسكان. ولكن تيخرج لنا مجلس البلدي تيقول لنا لا، اللي متضرر يجي عندنا ويجيب ما يثبت. حنا ارسلنا لهم ما يثبت، طالبنا بلقاء منذ اكثر من شهر، لم يستقبلونا ورفضوا استقبالنا، ونحن نريد ان يطبق القانون لا اقل ولا اكثر. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. حنا مضطرين اخويا، حنا مضطرين هنا، ما كاينش شي يدخل سيارات الاسعاف، منين غيسدوا علينا حنا من هنا، غيسدوا علينا المنفذ من هنا، فين منين غتدخل سيارات الاسعاف؟ لا قدر الله، لا قدر الله اخويا شعلت العافيه، فهاد الطالب ولا هادي شنو غنديروا؟ كي غنديروا نبقاو نعمروا الماء بالسطونه، ما تدخل سيارات الاسعاف، ما تشي السيد كندير خرجوا هاد الناس الكبار، شو تبارك الله حي الامل شحال هز ديال عباد الله، ايه هاد الناس هادو فين يفوجوا؟ فين يلعبوا وليداتهم؟ فين الدستور؟ حنا بلاد القانون وبلاد الحق القانون والدستور، الدستور اللي عطاه سيدنا في 2011، فين هي حق السكن؟ حق الهواء؟ منين عتبنا هنا عماره الشرجم ديالها غيكون اونفس مع الشرجم ديالي بخمسه متر، وكيفاش غندير انا نحله؟ كيفاش غندير؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مدينه القنيطره ولات مدينه الاسمنت بنت اياز، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم، نشكروا قناة شوف تي في جزيل الشكر على هذه البادرة الطيبة. هذه أول شيء. ثاني شيء، نحن سكان حي الأمل منطقة الساكنية مدينة قنيطرة، سنحرس الأصم الذي لم يسمع شكاياتنا ولم يتجاوب معها، الأخرس الذي لم ينطق بالحق في هذا الملف، المشلول، المجلس المشلول الذي لم يتحرك ساكنا ولم يطبق القانون ويعلم بأن هذا المشروع مخالف للقانون. هذا المشروع مخالف للقانون. ثانيا، الوكالة الحضارية، هذه الإدارة التقنية التي كنا ننتظر منها الشيء الكثير، لكن مع الأسف لم تفعل حتى الشيء القليل في حقنا نحن كساكنة.
لأن هذه الإدارة ببساطة عندما توجهنا إليها طلبت منا إجراء تعجيزيا. هذا الإجراء يتمثل في تحديد موقعين منازلنا بلان دو سيتياسيون. عندما ذهبنا لنسأل ونستفسر عن الإجراء، هذا الإجراء القهري التعسفي التعجيزي، فوجئنا بأنه كانت صدمة بالنسبة لنا، لأنه إجراء مكلف للغاية، مبلغ خيالي، مع العلم أن السكان هنا ناس فقراء ذوي دخل محدود. هنايا الناس كاين 1500 درهم كيعيشوا بها في الشهر، كيفاش أنت غتمشي دير تحديد الموقع المنازل بمليون وربعين ألف ريال؟ هذا منكر، هذا منكر عظيم، مع العلم أن الإدارة لديها جميع البيانات وعندها جميع المعطيات، ومع ذلك قامت بهذا الإجراء. شيء آخر، عندما تأخرت عنا الردود عن شكايتنا ذهبنا لنستفسر، استقبلتنا موظفة أستاذة رشيدة المكلفة بالشؤون القانونية بشكل غير لابق، فسألنا عن مدة التأخير، قلت لها شخصيا لقد تأخر الرد مدة شهر، فجاوبتني حرفيا أن الإدارة يخول لها القانون حق الرد في مدة شهرين زيادة على الأعياد والعطل، يعني مدة ثلاثة أشهر. من هذا المنبر أوجه لها رسالة، أقول لها يا سيدتي الفاضلة، إدارتكم تجيب عن شكايات المواطنين المستعجلة، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، لا يستحمل التأخير في مدة ثلاثة أشهر. راه الجنين كيتكون في البطن مو في ربعة أشهر، وأنتم تجاوبون عن شكايات المواطنين في ثلاثة أشهر. وأبلغ رسالة من هذا المنبر إلى عبد العزيز الرباح رئيس مجلس البلدي بتغيير اسم حينا من حي الأمل، لأن هذا الأمل لم يصبح يلائمنا ولا يناسب حينا، هذا الاسم لم يصبح يلائم حينا، وأقترح عليه لكي لا يتكبد عناء البحث عن اسم مقبرة الشهداء، دعوا لافتة على حينا مقبرة الشهداء. نعم نحن شهداء، سنصبح شهداء، لأن هذ الناس سنموت بحسرتنا ومعاناتنا وقهرنا من حزامكم هذا. وأقول لكم في الأخير، نحن لن نكل ولن نمل، أملنا في الله سبحانه وتعالى هو الأول، وثانيا أملنا في سيدنا مالكنا محمد السادس الله ينصره، اللي كنتمنوا الصوت ديالنا يوصل ليه وغادي يوصل ليه، وسينصفنا إن شاء الله مالكنا. ثقتنا كبيرة في مالكنا لتشكيل لجنة خاصة للبحث في خروقات هذا القانون، وعندها فليتحمل كل المسؤولية في هذا الظلم وفي هذه البشاعة وفي هذه المهانة وفي هذا الذل الذي طال هؤلاء الناس. بيوتنا أصبحت سجون، أصبحت زنازين بيوتنا بهذا المشروع، هذا ظلم، هذا ظلم، والسلام عليكم. ونعم الوكيل. السلام عليكم. كنشكروا قناة شوف تي في. للأسف الشديد حنا ماشي ضد هاد الناس هادو، باش نبلغوا حنا كمواطنين كمجتمع مدني حقا نبنيو، ولكن هاد الناس اللي كنديروا هاد العمارات هادشي أين لي باركينغ؟ حنا غنبنيو فينا هما لي باركينغ؟ فينا هما الحدائق العمومية؟ فينا هما مثلا اعتضاد دابا عتبنات؟ واخا نقطة أخرى، كاين ناس هنا مرض بلازماتيك ديزون سدوا عنا الزناقي، يعني هاد الناس سدوا عنا مين غندوزو؟ دابا ولا عندنا مشكل حتى بغينا غير هاد النفايات فين غنلوحوها؟ كتكلموا على البيعة، هذا هو المشكل. القنيطة وقع اعتضاد، غادي توحلوا، غنوليو المشكل عندنا في لي باركينغ، السيارات، الشوارع. هذه حنا ماشي ضد اللي بغى يبني الله يعاونه، عطيونا غير حقنا ديال 12 ديالنا ديالنا، قانون البناء، قانون البناء، قانون البناء، قانون البناء. صافي حنا دابا حنا كنتكلموا، حنا ماشي ضد يكونوا بنايات، ولكن للاسف لي باركينغ الحدائق كنتكلموا، وهذا الشيء كيشكل خطوره. وكنشكر الاخوان، وكنشكر كيقولوا كنشكر الاخوان، ونتمنى والناس تاخذ هذا الشيء بعين الاعتبار. راه البني بزاف، راه لا حول ولا قوه. حسبي الله ونعم الوكيل. عاش المالي. هذا عار، هذا عار.